سائل أبو عمر يقول: فضيلة الشيخ، بالنسبة للتوسل، هل هناك توسل جائز وتوسل ممنوع؟ وقد قرأت عن أن التوسل جائز وخصوصا بالأولياء الصالحين، نرجو منكم الإجابة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن التوسل هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والوسيلة هي القربة والطاعة، وهذا لا يكون إلا بما شرعه الله سبحانه وتعالى. والتوسل فيه تفصيل، منه توسل مشروع وهو التوسل بأسماء الله وصفاته، كما قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى أدعوه بها، فتقول: اللهم يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، وهكذا تدعو الله بأسمائه وصفاته، كما قال أيوب عليه السلام: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وكذا ذلك التوسل بالأعمال الصالحة التي قدمتها وأسلفتها، كما توسل أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة وسدت عليهم الخروج، فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم، ففرج الله عنهم. أحدهم توسل إلى الله ببره بوالديه، والثاني توسل إلى الله سبحانه وتعالى بالأمانة التي حفظها لصاحبها حتى جاء وأخذها، والثاني توسل إلى الله بعفة فرجه عن الحرام بعدما تمكن منه، تركه خوفا من الله سبحانه وتعالى، ففرج الله عنهم بذلك. وكذلك من التوسل الجائز توسل بدعاء الصالحين الحاضرين، لأن تطلب من عبد صالح أن يدعو الله لك، هذا توسل بدعاء الصالحين لأنه مظنة الإجابة. وقد توسل عمر رضي الله عنه بدعاء العباس في مسألة الاستسقاء، وتوسل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بأبي يزيد الجرشي بالاستسقاء. دل هذا على أن التوسل بدعاء الصالحين الأحياء الحاضرين أنه أمر مشروع وهو مظنة الإجابة، أن تقول له: يا أخي ادعو الله لي بكذا وكذا. هذه أنواع من التوسل الجائز والمشروع. أما التوسل الممنوع فهو التوسل بذوات الصالحين، أو التوسل بجاههم، أو التوسل بالغائبين والأموات. فهذا إذا كان ليس معه تقرب إلى الميت فإنه يعتبر شركا أصغر ووسيلة إلى الشرك الأكبر، وإن كان معه دعاء للميت أو استغاثة بالميت أو نذر للميت كما يفعله القبوريون فهذا شرك أكبر، عياذ بالله، مخرج من الملة، وإن سموه توسلا فهو توسل باطل. نعم.